وإلى عالم السينما مع فيلم Champ of the Camp أو بطل المخيم. هو فيلم وثائقي يرصد مواهب مميزة وشغف عمال يتشاركون السكن. قد شاركوا في مسابقة بوليوود للغناء التي تقام كل صيف في المرافق الخاصة بمساكن العمال، ومن ثم يتم تتويج الفائز. الفيلم تم تصويره في الإمارات واستغرق إنتاجه حوالي 3 سنوات، وبدأ عرضه اليوم في الصالات الإماراتية. وللحديث أكثر عن الفيلم ينضم إلينا مخرجه محمود قعبور. صباح الخير محمود. صباح الخير محمود. ليش هذا الموضوع؟ يعني كثير ناس ممكن يشوفوا أنه مثلا الموضوع حساس، أو أنه يعني موضوع مثلا محلي، أو ليش كده؟ ليش اهتميت فيه أنت؟ مسابقة الغناء يعني قدمت لنا فرصة خاصة جدا أنه نتعرف على العامل اللي بيجي على دولة الإمارات ليعيل أهله ببلاده، نتعرف عليه بطريقة إنسانية، اللي هو شيء ما صار قبل. كل ريبورتاجات اللي انعملت قبل عن مخيمات العمال كان فيها هدف سياسي او كان الغايه منها انه يتطرقوا للظروف المعيشيه داخل المخيمات. انا لما طلعت على كل هالريبورتاجات ولا مره قدرت اتعرف على العامل اكثر، مين هو، شو هي خلفيته، شو اللي بيجذبه لدول الخليج على الرغم من صعوبه العمل هون. هل يعني من ناحية أنت هو يعتبر فيلم وثائقي أو سردي أكثر منه، ولا فيلم واقعي؟ يعني كيف ممكن يتصنف أنت الفيلم؟ هيدا فيلم تسجيلي إبداعي نلحق فيه مسابقة الغناء بكل دوراتها، بيشبه الفيلم كتير الرياليتي تي في اللي بينشاف على التلفزيون، ولكن بيتطرق بنفس الوقت لكافة جوانب المعيشية داخل مخيمات العمال، ومن خلاله بنتعرف على عدد من الشخصيات من بنغلاديش، من باكستان، من الهند. بنتعرف على الشغف الموسيقي عند العامل، ومنهم كثير اشخاص بيحلموا انه يوصلوا على بوليوود حتى، بس نفس الوقت هن بيشتغلوا بالعمار، بيشتغلوا بالسيرفيسنج بدوله الامارات، وعندهم حلم كبير. طيب خلال تصوير الفيلم هل فعلا مثلا لقيت مواهب فعليه؟ يعني فعلا مواهب، بتكلم غنى وهكذا ورقص وكذا، يعني غير الشغل. نحن متاكدين انه اقل شخص واحد شارك بهالفيلم حيتم التعاقد معه من بوليوود، لانه في عن جد عدد من المواهب خارقه جدا داخل المخيمات، خاصة انه هالاشخاص بتشتاق لعيالها ولاولادها كثير، وهيدا الشوق بيتأصل بالاغاني اللي بيغنوها بالفيلم. طب هل هي فيها لمحه قريبه من قصه السواق التاكسي بسيتي اوف لايف؟ اللي هو كمان نفس الشيء، كان هو يعني هو بيشتغل يعني سائق تاكسي عشان الظروف المعيشيه، بس هو حلمه يكون مغني. هل في نفس فيلم دار الحي اكيد عرفنا شوي على حياه عامل التاكسي وعلى احلامه بشكل درامي. بهذا الفيلم انت عم تتعرفي على شخصيات بشكل حقيقيه حقيقي جدا، وكلها اجت على دوله الامارات لانه عندها اهداف معينه بدها تحققها، ولكن الجمهور بالإمارات ما تعرف على العامل قبل هيك لأنه في حاجز معين. صحيح. بيفصل المجتمع العام عن العمال ككل. فنحن عم نحاول بهالفيلم بترويجه أنه نقلص هذا الحاجز، وأنه نعرف جانبين من المجتمع هون بالإمارات على بعض. أنت يمكن ذكرت نقطة مهمة قبل الهوى، يعني اللي هي قلت لك أنه هل حزنت وأنت بتشوفهم كيف بيشتغلوا وكذا، فأنت ذكرت لي أنه لا، هم عندهم يبغوا الناس تحس ناحيتهم مشاعر أخرى. العامل بشكل عام عنده كرامة كبيرة لأنه هو شخص عم يجتهد ليطلع معاشه الشهري ليعيل عائلته، ليزوج بناته، ليبعث أطفاله على المدرسة، فمنهم بالضرورة أشخاص عندهم حاجات مادية، ولكن شوقهم لأهلهم كتير كبير. هو الأشخاص بيجوا على الإمارات بيقعدوا يمكن 2 أو 3 سنين قبل ما يزوروا أهلهم مرة تانية، وهيدا شيء صعب. عندهم مشقة عاطفية كتير كبيرة توازي المشقة العمل بالحر وبالعمار وإلى آخره. طيب ما حسيت أنه من خلال الفيلم يمكن بعض العمال حابوا أنه يعني يطلعوا مطالبهم الأخرى، إن كانت مطالب إنسانية، مطالب اجتماعية، مطالب أخرى، ولا لا؟ كان هم حابين يركزوا على موضوع الموهبة. أنا بتخيل أنه العمال اللي اشتغلوا معنا كان عندهم كمية حماس هائلة أنه عم يسنح لهم فرصة أنه يغنوا ويغنوا على الكاميرا ويغنوا على مسرح. ما كان في رهبة؟ مش كل عامل بدولة الإمارات غير سعيد، كمان هيدا من النماذج اللي بتتعرض لها الصحافة الغربية بشكل مستمر. نحن تعرفنا على أشخاص كانت رحلتهم بالإمارات إيجابية بشكل عام،
هلا اكيد عندهم مشقات خاصه والمعيشه داخل مخيمات العمال مستحيل حدا يوصفها انه شيء سهل، ولكن لكنهم هون بالامارات وعندهم هدف معين. هذا الشيء برز بالفيلم. طبعا انت الفيلم بدا عرضه اليوم، لكن قبل كده كمان عرض في السابق يعني في مهرجانات، كيف كانت ردة الفعل على الفيلم؟ الفيلم كان له عرض واحد فقط قبل اللي هو مهرجان دبي. بس مهرجان دبي طبعا السنة. بس نوضح انه اليوم في السينمات في دبي اللي حابب يعني يروح يشوف في دبي وكافة الامارات. مهرجان دبي السينمائي استضاف الفيلم استضافة خاصة جدا، كان العرض الاول العالمي على برج خليفة، نصبت شاشة ضخمة 20 متر 15 متر، وكان عرض مجاني للجمهور. اللي هم العمال ساهموا في بنائه يعني طبعا. يعني كان في مقارنة جميلة جدا بين الواقع اللي عم ينشاف على الشاشة الضخمة جدا وعلى برج خليفة اللي هو يمكن أهم إنجاز لعمال دولة الإمارات. كانت أمسية خاصة جدا، إجا عليها فوق 1500 شخص، كان عرض مجاني للجمهور، وإجوا العمال نفسهم قدموا الفيلم بالآخر وطلع لهم تحية كتير كتير حارة من الجمهور بدبي. فهيدي الليلة كانت بداية حوار بين شقين بين المجتمع، ونتمنى أنه هذا الحوار يستمر خلال الأسبوع أو الأسبوعين اللي حينشاف فيه الفيلم بصلاة العرض. هل عندك رقم لعدد العمال اللي شاركوا في الفيلم؟ نحن المسابقة الغناء نفسها بالعرض النهائي بالدورة النهائية بيجي فوق 7000 شخص يحضروا. نحن ابتدينا عم نلحق 21 مغني وبالدورات النهائية لحقنا 4. الفيلم كتير مركز على 4 شخصيات. نتمنى لك التوفيق طبعا في أول يوم عرض لفيلم Champ of the Camp أو بطل المخيم. شكرا للمخرج محمود. شكرا لكم.